يا سلام عليك وعلى شعرك، الله يلعن بيت شكلك. شكرا. ايه دي شعرك جميل قوي يا ولد. بقول لك ايه، انت المفروض تكتب لكبارات المغنيين. طب ما انا بكتب لكبارات المغنيين. اهده مين بتكتب لمين؟ بكتب لعمرو دياب. عمرو دياب؟ اي لا، وسعت منك ودلدقت ومالت الحته ذروتك. والله بكتب لعمرو دياب. والله وسعت. بتكتب له ايه؟ كتبت له الاغنيه اللي هي بتقول انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. اه عارفها دي. عارفها. انا جرالي ايه. عارفها. انا جرالي ايه جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. انا جرالي ايه. انا جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه. انا جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. الله اكبر. جرالي ايه؟ انت اتهبلت حبة بس. معلش ايه ده، في ايه؟ انا اللي كتبتها له. آه. وعلى فكرة اشتراها. ما هو من زنك. ما انت عملت له جرالي ايه؟ ادي جرالي ايه؟ ادي جرالي. ما هو لازم الراجل يتقرف منك وياخد الاغنية. ما هو فيه اقراخ. قعدت طول الليل اقول له جرالي ايه جرالي ايه؟ قال لي فيه ايه؟ قلت له خلاص يا عمرو ما حصلش حاجة. اهو ليل وعد. ليل وعد. ليل وعد وراح. ليل وعد. ليل وعد وراح. خد الكبيره بقى. ايه عمرو جالي قال لي انا عاوز اغنيه جديده. قلت له انت تامرني. كان واقف هنا وانا واقف هنا. اه قلت له يا عمرو روح اقف هناك. راح. قلت له انا ديك تعال. انا ديك تعال. انا ديك تعال. تعال بدارك يا اخوي. تعال. 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 تعال ما بنخافش يا عم. تعال. تعال في ايه؟ جه راح مشتريها على طول. ما انت إيه؟ عمال تزن على الراجل تزن. ده انت شعرك من نوع المقرف يا ولد. بس بقول لك ايه؟ قول. انت تعرف اني المفروض والله لو العمدي اخليك ايمن بهجت قمر. اه بس انت مش العمدي. يلا ما حرام عليك، كان نفسي ابقى العمده والله. صعب تبقى العمدي. ليه صعب ابقى العمده يا راجل؟ ما تزعلش يا راجل. عاوز تبقى العمدي؟ اه. اقول لك انا، انت تصحى بدري وتروح السجل المدني وتغير اسمك، تقول لهم انا مش عاوز ابقى عرابي، هسمي نفسي عماد، وانا هدلعك. اقول لك ازيك يا عمدي، عامل ايه يا عمدي، رايح فين يا عمدي، جاي منين يا عمدي، جرالك ايه يا عمده، شفت جرالي ايه يا عمدي، شفت جرالي ايه، انا جرالي ايه، جرالي ايه يا عمدي، انا جرالي ايه. اسمعك جرالي ايه؟ جرالك ايه؟ اسمعها لك؟ ما تقرفناش بقى. يقعد في ايه؟ اه جايبيننا هنا ليه؟ سلام عليك. انا مش عارف والله جايبيننا اللي جايبنا ليه يا شيخ البلد، طالما ما فيش في البلد غيرني. بس يا هلا، شو هتعرف؟ شو هعرف؟ طب لو انت راجل قوم لي يا عمدي. ايه دي؟ ده بيهزاك يا شيخ البلد. لا ده انا هقوم له اديله على بوز. قوم له. وربنا لا هقوم له. لو انت راجل قوم لي يا بقلص. بقلص؟ اه. بيقول لي بقلص يا ماما نجوي. معلش ده انا هقوم اديك بالكتانيل اللي على بوزك. ايوه قوم له. هقوم له. قوم له. وربنا لا قوم له. ما تقوم له. هقوم له. قوم له. انا هقوم له. قوم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. يا رب ارفع البلاء عني. سامحني واغفر لي لو عملت حاجه غلط، ما تعاقبنيش كده. يا رب. يا شيخ البلد خلي عندك نخوة وقوم. هقوم له. ايوه قوم. قوم لي يا شيخ البلد. قوم. قوم. ده بيقول لي بولولو. ولا. قوم. ده انا هقوم اديك بالجزمة. ايه ايه ينفع العب معاك في شيخ البلد؟ يا شيخ البلد. تعال العب ياض بس ما تبوظوش. لا مش هبوظه والله. ما انا بقيت جبدهم في الكفر دي. صح ده انا. ايه دي؟ انت بتتلكك بيا ولا ايه؟ استوري عليا يا حاج. ايوه كده. ما تستوريش قوي. ما تستوريش قوي يعني استوري بشويش. ما صحيح جراهي شيخ البلد. ما تقول لنا عمد عايزنا في ايه؟ وربنا ما هنعرف دلوقتي. احنا لازم نقوم عشان نعرف. ايوه صح لازم نقوم. انا عندي حل لقعدتكم دي والله، بدل ما تقرفونا كل يوم. ايه انتوا بعد كده تبقوا تقعدوا ونبني الدكه حواليكم. نظرا بقى للكلاب دي احنا لازم نشوف حل. ايه احنا نجيب قالب زبده ونحطه بيناتنا ونسيحه، بحيث لما نيجي نقوم نتزفلك كلنا، يعني نتزفلك كده نقوم زفلاتي. طب احنا دلوقتي هنقوم ازاي؟ هنقوم اكيد ربنا هينتعنا بالسلامة، هيسيبنا بالضيقة دي اكيد ربنا هينجيني. طب ما تيجي نحاول يا منجم المهالك يا رب. يلا يلا. واحد اتنين تلاتة. هوبه تمام. حلوة صاحبة مايك اللي حملتيها دي يا حاج. حلوة. يبقى قدمي بقى في سويو سينكي يو كان دانس. ايه بقى يا كلب البيرك؟ ايه عمال تهزقني وانا قاعد هنا؟ هديك بالجزمه دلوقتي. واس واس ما هي كده بقى هزلت كده بقى. اي كلب معدي يدخل يقعد معانا. دي قاعده كبارات البلد. ايه اللي جابك انت يا رد؟ يا رد رد عليا وانت شبه السنافر كده. رد عليا. هات
انت هتسرع. هو بيتكلم كل 20 سنة جملة. يا محدش يزعق لي، محدش يزعق لي في البلد دي، انتوا فاهمين؟ دي كابت، دي كابت. انا عارف والله، مجدوب بقاله كتير. انت ايه اللي جابك هنا؟ محدش يزعق لي، محدش يزعق لي، محدش يزعق لك، فاهمين؟ واللي ما ينفعش معاكم غير الصوت العالي، ما ينفعش الواحد يقعد ساكت حبتين. يا دي انت ربنا خد منك كل حاجة واداك في صوتك، في ايه؟ 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 عايزين من ايه؟ انت ابوك غسان مطر يالا. انت يوم ما تتكلم صوتك يعلى قوي. مفيش غيري بيتهزك في البلد دي ولا ايه؟ عايزين ايه؟ هتقعد هنا ماشي، الكلام اللي هيحصل هنا على الله يطلع بره هقتلك. ما حدش هيسمع حاجه، واضح من صوتك ان ما حدش هيسمع حاجه. انت لو وشوشت واحد جنبك كل حد هيعرف اي حاجه. اقعد هنا. اتلقى انت شيخ غفر حمير. انا مش شيخ غفر، روح اتلقى. انا خارج لكم البلد كلها. ده انت عالك. وطي صوتك، وطي صوتك. اهدي. بتزعق ليه؟ اهدي. بتزعق ليه؟ اهدي. ايه اللي بيحصل النهارده؟ وطي صوتك، في ناس بتذاكر فوق. احترم نفسك، وطي صوتك. بتزعق ليه؟ ليه بتزعق؟ مش نحترم نفسينا ونوطي صوتنا؟ في ناس بتذاكر، صوتك طالع لحد فوق. عايز تتكلم شغل الانتر كام. ليه تحت عندك؟ وطي صوتك. صوتك ما يعلاش. يهدي. هنزل لك السبت تجيب لي سجاير. يهدي. توطي صوتك. فاهم ولا مش فاهم؟ ايه اللي جاب عمود السواري هنا؟ وطي صوتك. انا امشي من بلد كلاته. يا شيخ البلد، العمدة عايزنا في ايه؟ انا زهقت والله. هنعرف دلوقتي كل حاجة هيجي وهنعرف. انتوا مستعجلين. اهو عطية جه. يا عطية انده لنا العمدة بسرعة يعني. وشك في الارض يا قريه مع صاحب العصمه حضره العمده المفدي اللي بيفطر قبل ما يتغدى مع صاحب الاغنيه ونجم العموديه. لا تقولي فاوس ولا جوب الشوافه مع عمده 100 كنافه. هو اللي مأكلني، هو اللي مشربني، هو اللي ملبسني، هو زي ما انت. ايه يلا يلا يا بالا، العمده جه. انا عايز النشيد الوطني. ايه لميك كناف؟ عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحراء، عايزينها تبقى خضر الارض اللي في الصحراء، ونقدمها لمصر هي حاجه جميله ومعتبره. هي ايه الصحراء تبقى ايه خضرة؟ هي ايه الصحراء تبقى ايه خضرة؟ هي ايه الصحراء تبقى ايه خضرة؟ هي ايه صحراء تبقى ايه خضرة؟
قبلي. العموديه دي حاجه صعبه قوي. ايوه انا مجمعكم النهارده عشان عايزكم حاجه مهمه قوي. ايه كل الناس جت؟ كله موجود اهو يا ابو العمده. اقول امال المعلم زرزور فين؟ المعلم زرزور بلغته وزماناته على وصول. زماناته برجالاته يوم ورا يوم يبقى بشنبات ويكلم على قد حياته. يا بلد هبله صدقوا تيز. ايه دي؟ ايه اللي جاب الواد هيني؟ ما تقول الموضوع يا بلوم ده الاول، وبعدين لما يجي بزرزور نبقى نقول. هي ده اللي والديتك شدتك من زورك؟ ايه يا ولا وانت جاي تقترح عليني؟ انت ما تكلمش خالص يا نادي. الحاج عليا اني عايز اخدم حد عايز شيء، حد عايز قهوه، حد عايز يطرش. يلا ما تتكلمش. ايه ما تنضمش. ايه بس بغيرك يا سريعه. سنتي بتتشطر عليه. عارف لو هو كبير شويه ما كنتش هتعمل معاه حركه زي دي. بس انت قلت تفتكر ايه؟ بتطول دورك. صعب انا مدوية على الحته دي كل يوم من دي. ايه انا عندي اختراع. ايه يا عم؟ انا بفكر ان اقول لكم على انا عايزكم في ايه. ايه واما يجي زرزور ابقوا انتوا قولوا له. يخرب بيت فكرتك يا بلوم دي. انت جاي تجوي العكاز بتاعك. عارف لو اكبر من العكاز شويه اقول لك اضربه براحتك، انما هو كله قد كده وانت عمال تشطر عليه. ايه مفيش اجر زياده هدا. هو نفس الاجر يبقى بتزود ليه؟ صعبان عليا والله. مالكش دعوه. قوم يا حبيبي قوم يا اهبل. انا هقول لكم عايزكم في ايه. ثواني يا عمده ثواني. في صوت. ايه ده؟ المعلم زرزور وصل. المعلم زرزور. خش يا ليالي. حاضر. خش يا بنتي. انا جايه اهو. حاضر. خش يا ست البنات. ايه يا معلم زرزور ازاي؟ صباح الخير يا بلعمده. وانت جايب بنتك معاك ليه؟ هو احنا رايحين القناطر الخريجية. خريجية؟ ايه؟ جايب بنتك معاك ليه؟ لا ده انا قلت اجتماع يعني واهل البلد هيني اهي تعمل شوية جازرينج سوشياليزيشن تتدلع يعني. يا جازري ايه لا تاكل جزر؟ ايوه يا عمده. طيب يا نادي يعني مش فاهم يا بلعمده الست ليالي تعباك في ايه؟ ما تاجي ولا ما تاجيش يعني هو الموضوع. ايه ايه انت عامل صعيدي؟ انا فلاحين يا ايه يا فلاح يا ما حدش قال لي. ايه اموت الكلام كده. ايوه ايه اللي جاب الواد دي هنا يا عمدي؟ هو يعمل لنا اي حاجه محتاجينها. محتاجين شاي، محتاجين قهوه، محتاجين نسكافين. خلاص يتخدع هناك ومالكش دعوه بحد. امشي يا ناط. انت يعني ما حدش طايق لي كلمتين في الكفر المقفل دي. انا اقعد اتنيل ارضى. ايه اوعوا جنب الزير. والنبي يا ابو العمده قول لنا انت جايبنا هنا ليه؟ عشان ما حدش فيكم عارف انا جرالي ايه. قول لي انت جايبنا هنا ليه؟ جايبنا ليه؟ يبقى انا هقول لكم. قول لي انا جامعكم النهارده يا اهل البلد عشان اقول لكم ان بلدنا مش موجوده على الخريطه. ايوه مش موجوده على الخريطه. ما حدش مهتم ببلدني. لا الحكومه عارفه احنا فين ولا المحافظ ليه دعوه ببلدني. فاحنا عايزين نفكر في فكره تخلي الحكومه تهتم بيني. ايه طب وانت ليه يا عمدي عاوز الحكومه تهتم بيني؟ يعني اذا ربما احتاجنا اي حاجه نلاقي الحكومه في ظهريني.
احتاجنا مثلا مية يركبوا لنا مي، احتاجنا كهرباء يجيبوا لنا كهرباء، احتاجنا مارشميلو يجيبوا لنا مارشميلو. مارشميلو؟ ايه المارشميلو دي؟ مارشميلو الحكومه عارفه وهي بتودي لكل البلاد مارشميلو وبتيجي علينا احنا وما بتجيب لناش مارشميلو، مع ان احنا ميكوناف احنا اولى بالمارشميلو. ايه فاحنا عايزكم تفكروا فكر. انا بطلب منكم حاجه غريبه. أيوة. ايه ان انتوا فكر بس فكروا، واللي يجي في دماغه فكري يقول ها. يلا نفكر. يا شيخ البلد، يا شيخ اصحى يا شيخ البلد، العمده تبص علينا يا شيخ البلد. وحشتني قوي يا حجي. يا لهوي ايه دي يا حجي، انت خسيتي كده؟ لا اصلي بعمل بنصايح امينه شلبايه. وايه دي يا حجي؟ ايه دي؟ دي سيكسي ماكس دي ولا ايه يا حجي؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه دي؟ شيخ البلد واحد الغفر؟ ايه؟ معقول ايه؟ الاجتماع خلص ولا ايه؟ اروح انا بقى. الاجتماع ما بداش يا شيخ البلد. لسه انا مجمعكم، لسه هنبتدي اهو. اصحى معانا كده وفوق. انا هصحى اهو. انت على طول نايم؟ لا يفضل وقت. طول ما بتقعد بتنام. ها ايه؟ ها فكرتوا اهل البلد ولا ما فكرتوش؟ ايوه يا عمدي فكرنا بس ما لقيناش حاجه والله. ما لقيتوش حاجه؟ ايوه والله ما لقينا حاجه. بص يا حاج، انا عمري ما مديت ايدي على ستات. لا مدي يا عمدي. ماني بقول لك عمري، يعني ما مديت ايه؟ مدي يا عمدي. ما تفتكريش ان الكتره تغلب الشجاعه. انا عمري ما مديت ايدي على ستات. بس يا حاج تعالي هنا اقعدي جنبي. تعالي هنا عشان خاطرك انت يا شيخ البلد. سيب العمده في حاله وتعالي اقعدي جنبي. اخيرا يا شيخ البلد لقيت لك فايده. اهدي يا عاد ازاي؟ اهدي. اعتبريها الزبده اللي ما مني. دي زبدي بس اتحرقت. دي هالمورتي اللي احنا بنلمها من على الزبده ونرميها. قوم يالا من عندك. لا وقليت قوي. انا فكرت يا جناب العمدة. ايه؟ فكرت في افكار ابيح اللي هي زائد 18. بتاعت ما قلت لي فكر وانا كل اللي في دماغي افكار تخينه. لا مش عايزين الافكار السخينه، احنا عايزين فكري ازاي تجيب الناس لغايه عندين. طب والنبي يا جناب العمده قول لنا، انت عارف ان احنا بهايم ما بنعرفش نفكر. ايوه انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه من غير يعني انتوا يا بلد من غيري ولا تسووا اي حاجه. يعني انت عندك فكري؟ ايوه عندي فكري. ازاي الحكومه تهتم بيني ويبقى بلدنا مشهوري. انا فكرت في فكري ان احنا نولع في كام دار من اللي عندنا في البلد، ايه، ونقول ان الجن هو اللي ولع في الدور دي. التلفزيون والجرايد وكل الناس هيكون لغاية عندين. امال ايه؟ ايوه امال ايه؟ وساعتها بلدنا هتبقى مشهوري ويقولوا بصوا البلد اللي طلع فيها الجن، ميت كنافه طلع فيها. ايه يا اولاد؟ طلع فيها الجن. ايه وهنعمل ايه في الجن يا اولاد؟ والناس يجوا لنا خلاص. يبقى احنا بقى ما يجي التلفزيون هنعمل ايه لما يجي التلفزيون؟ وبعد كده انت عايز مين من الاعلاميين يجي يعني؟